طارق، ومحورنا اليوم عن ما جرى في فقرة اليوم في فقرة التدريب. جرى يعني بعض الخروج عن المألوف من بعض المتسابقين، ولكن ناخذ مقطع إذا الفيديو جاهز عشان نرجع ونعلق على الفيديو، وفي أكثر من نقطة أيضا غير الفيديو بنعلق عليها مع الكابتن طارق. جاهزين يا أسامة؟ عطونا المقطع. أسامة، هل أنت بخير؟ هل تسمعني؟ شفيع، يلا شفوقي، أنت بخير؟ عطل المقطع. هذه ترحيبية بك يا كابتننا. الولد هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيجي دوره بس. الولد هذا ما شاء الله تبارك الله، وترحنا يعني ضربتين في راس توجع. يعني الكابتن الكوتش طارق وتحمل علينا كذلك أسامة، ترى ما يصير كذا، احنا بنخربها اليوم ترى. أسامة الظاهر انه يبغى يقلب الطاولة علينا. خلونا قبل ما نعرض الفيديو ندردش شوي مع الكابتن طارق. الكابتن طارق فقرته صارت هي العلامة الفارقة في برنامج جنتل حقيقة. يعني للحق وللأمانة، وأول فقرة صار فيها لغط وفيها تفاعل من بدايتها، بداية دخول سلطان الوهبي وحزم الكابتن كان حازم في بدايته، اختلف عن كونه في كاريزما. طيب خلينا نشوف المقطع ونرجع. كلهم جايين قبلك. طيب دقيقة، هم متأخرين، جايين متأخرين. تدري يا مخلد، دقيقة خلني أكمل. جايين متأخرين. صمت عن بعض البشر يعتبر جود ما كل هرج يستحق الإجابة. أنا عارف خلاص الموضوع، بس الرجال يثبت كلامه ما يدخل ناس ويقول لا أحد يتأخر. الرجال يثبت كلامه، يتأخرون ناس ويدخلهم. وش تقول أنت؟ هذا الكلام. عد كلمتك، عدها. الصمت الصمت. عدها. الصمت الصمت. أنت رجال عدها. طيب أنت تقول الصمت، أنا بصمت. تراني ما جيت هنا الفقرة، أنا مستمتع برا ترى. ما راح تدخل عندي فقرة إلى نهاية البرنامج. اسمع اسمع حبيبي، أنا ترى ما نجا. كيفك أبو حمد؟ كابتن طارق، سام في نسخة جنتل واضح جدا ان الكابتن طارق غير عن نسخة كاريزما. يعني انت سويت طمرت البزنس وسكريبت لاشغالك، انا عارف ان في الفترة دي انت اعتذرت وجيت في جنتل بس بشخصية اخرى. ايش رايك يا ابو حمد؟ طيب اول شيء احنا نثبت مبدأ ان التعامل يختلف باختلاف الافراد اللي انت تتعامل معهم، فهذا من نسميه في علم التدريب الرياضي علم النفس الرياضي. جميل. فانت تتعامل مع المتدربين او المشتركين اللي انت جالس تدربهم وتشرف على تدريبهم بناء على شخصياتهم، فبناء على هذه الشخصيات انت تضطر انك تتعامل باسلوب مختلف. حلو. باختلاف الشخصيات اللي متواجده معك، عشان كذا هذا الفرق اللي كان موجود بين كاريزما وبين فقرة فتنس حاليا في برنامج جنتل. فاختلاف الشباب او المجموعة هو اللي غير اختلاف التعامل. يا سلام يا سلام. ابو منصور عنده اكثر من مأخذ على ابو حمد، تفضل. وتعامله والفقرة نفسها، ايش رايك؟ رأي يعني في النهاية الكوتش هو صاحب القرار في الفقرة، وهو صاحب النظرة مهما كان. يعني احنا ما نقدر، هذه فقرته، لكن الكوتش شوي انا حسيت انه صعد الموضوع. الكوتش يعني فقرة مثل يعني أنت تتحدث عن مخلد الآن. أتكلم عن مخلد. أنا بعيد عن مخلد، يعني بغض النظر أن لا أنا ما أخذ مخلد، مخلد غلطان مهما كان. أيه. تأخر، وحتى يعني كانت شوي يعني الرجال كان متحامل على الكوتش مخلد. أيه. لكن هذا الشيء يعني أنا عندي مأخذي على الكوتش أن ما حبيت الكوتش أنه يكون يعني صعد الموضوع على طول. صعدت الموضوع يا كوتش. طيب التصعيد انت من وجهة نظرك من اي ناحية؟ من كل النواحي، من يعتبر جود ما فيه. طيب وشي ممتاز. وشي الصمت عن بعض. صعدت الموضوع يا كوتش، هذا واحد. ثاني شيء الروح الرياضية وينها اذا نتكلم على كرياضة. ثالث شيء كوتش انت حرمت الرجال لنهاية البرنامج، انت صادق ولا عشانك معصب؟ لا لا صادق. لا ما تقدر تحرمي، ليش
وين تودي؟ وين يروح أجل؟ فقرتي أنا. فقرتك. خلاص هو مشارك في البرنامج. فقرتك المتسابقين. طيب. هو فقرت المتسابقين للمتسابقين وللجمهور خلف الشاشات. عند الجمهور خلف الشاشات جالس يتمرن. أنا وجهة نظري إنك مفروض إنك احتويته. طيب أنا يعني فقرتك إذا أنت ما احتويت ملي يحتويه يعني لا مطبخ المطبخ بعد يعني خلونا شوي عاد نكون ونوقف مع المتسابقين دول اللي كل مقدم جاي يجندهم. صعدت الموضوع أنت كنت تصعيد هل بينك وبينه شيء قبل؟ هل الموضوع خل الكابتن يرد تفضل يا لأن ما قطعت لا تنهل عليه شيك صار ما قطعته والله هو تقدر تكلم إيه تناقش في النهاية ترى الكوتش ما يقول قرآن يعني ما نقدر نقاطع بالضبط لا أنا أنتظرك تخلص كلامك عشان أنا في النهاية يعني أكيد أنا أنتظرك تخلص كلامك عشان أفهم وجهة نظرك كامل وأقدر أرد عليك بناء على وجهة النظر هذه. طيب أول شيء إحنا نجي للمبدأ الأساسي اللي هو مبدأ الاحترام الوقت. حنا هذا حددناه من أول دخولية لي في البرنامج. أنا حددت هذا المبدأ لأنه مبدأ تأثيره صح سلبي حتى على المتسابقين اللي معاه زملائه. فالشباب أساساً يوم سويت اختبار اللياقة معدل اللياقة عندهم جداً منخفض. فبداية الفقرة تأهيلية من إحماء وإطالات عشان نتفادى مسألة الإصابات. حلو. لا ما نبي نشعب. طيب. أنا أدري إن احترام الوقت وهذا شيء من حقك. ممتاز. ما تكلم كاحترام تأخير. أنا بجيك جايك. أتكلم على ردة فعلك. طيب جايك على ردة فعلي. اتفضل. أنا عارف الأشخاص اللي حريصين على الفقرة ايه؟ واللي يلتزمون دائماً بالوقت والأشخاص اللي يصير عندهم تأخير متكرر. أوكي. ممتاز. يوم أنا اليوم جيت تغضيت عن مجموعة قبله كلهم جو الأربعة دفعة واحدة. حلو. تغضيت عنهم دخلتهم الفقرة خلاص وزعت الفقرة. الفقرة فعليا بدت. أوكي. بدت. وزعت المتسابقين. جميل. ممتاز. جاء مخلد متأخر اعتذرت منه. يا سلام. أنت كأنك الحين أنت قاعد ترى تذكرت الموقف. أعطيك أيوة سيناريو. ليش دخل زملاء ولا دخلت الرجال؟ ليش؟ لأنه متأخر خلاص حنا بدينا فقرة. هذولك جايين بدري. خلاص وزعتهم. وزعتهم طيب. كلهم متأخرين. لكن وزعتهم. لا انت بينك وبين شيء. ما بينه وبين شيء. وش على اساس بينه وبين شيء؟ لانك رديت على طول اعطيته بيت راشد. انا حريص على اسمعني. انا حريص على فقرتي وعلى ايه؟ اداره الفقره بالصوره الصحيحه اللي ما تاثر على المتسابقين ولا تاثر على لو كان هذا منهجك من البدايه يا كوتش كان ما تاخروا. لا منهجي من قبل. لا دخلت سمحت الناس فاسمح للجميع. منهجي ثابت. اختلافي معك بعيدا عن كل شيء. انا في النهايه انت من ابسط حقوقك واي مقدم ان احد يتاخر يمنعه بس انك تمنع لنهايه البرنامج. لو انه جاي معهم دخلته معهم تمنع لنهايه البرنامج. امنع لنهايه البرنامج. انت ما شفت تقدر تمنعك. طيب شفت الاسلوب اللي جاء فيه؟ ما تقدر تمنع. شفت الاسلوب اللي جاء فيه؟ بغض النظر عن كل شيء كان تقدر تحتويه الفقره. انا مقدم الفقره. كان تقدر تحتويه. تبرع عليها. انا ماني تابع. مهما كان في النهايه هذا متسابق الكوتش. طيب. صاحب تجربه مروا عليه ناس كثير. طيب انا احتويته. يا مخلد تفضل مع الشباب عشان الدخول حقت سائل. مخلد تفضل معنا. راح انزوا وجلس الحالة. متى؟ مخلد تفضل قبل الفقرة. قبل ما يجي. قبل ما يقرب. قبل هالكلام رفض انه يجي. سحبوا زملاء راح يقولهم الاشكال هذه ما تصير. هذا بعد ما حدث. قبل الكلام. قبل ما يجي. يعني بينكم شيء. هذا كلامه هو مو بيننا شيء. اجل خلاص. لو بيننا شيء بقول له تعال تفضل يا مخلد شاركنا. بس انك الحين انت صامل في انه ما يدخل لنا. صامل. بس الرجل عادي الى نهاية البرنامج. بيدخل. لا ما راح. لازم يكمل زملاء. ما راح يدخل. لا ان شاء الله احنا طالبينك فيها باذن الله. ما احنا طالبينك فيها. طلباتكم ما راح يروح الكلام العادل الا انك تقبل طلبتنا هذه باذن الله. بناخذ منك العلم بعد ما تخلص من الفقره باذن الله. عادل وعمر بيعلمونك سالفه الطلبات عندي في الفقره. لتاريخ في الطلبات. لتاريخ في الطلبات. ما تطلبوا جهه الرجال الا على شبابنا. يا حبيب قلبي طلبتنا بعد ما تخليها في الهواء. والله ما يردت لك. تفضل. نسمعك على الصعيد الشخصي ولكن يختلف معك جمله وتفصيله. اول شيء ما حدث من مخلد الغامدي اليوم منظر لا يليق لا بمخلد ولا اتوقع ان مخلد اعتذر تحت الهواء للكابتن طارق او انه ان شاء الله راح يعتذر ولكن نختلف جمله وتفصيلا على رده فعل مخلد الغامدي. ورسالتي لمخلد انت كشخص او كمتسابق لا تملك الفعل انما تملك رده الفعل. الفعل لا تملكه لانه يصدر من شخص اخر ولكن بذكائك تقدر تتملك نفسك وتملك رده الفعل وتكون رده فعلك بشكل افضل يناسبك ويناسب اسم البرنامج اللي داخل فيه. اختلافي مع الكابتن طارق في امرين. كابتن طارق يقول انا اتعامل هنا النسخه مع شخصيات وبناء على شخصيات وهذا نعتبره ذكاء من الكابتن طارق ولكن يقول احنا عندنا مبدا احترام الوقت. طيب مرتين ارشيد يطلبك بن طاحوس تمام في اشخاص لم يحترمون الوقت وانت كابتن طارق ممتاز تقول عندنا مبدا احترام الوقت ويطلبك ارشيد بن طاحوس واخرتها اليوم ويدخلون المتسابقين
مخلد اليوم انت ما دخلته تمام ممتاز وتقول انه جاء بعد المتسابقين لو جاء بعد ولو جاء معهم ابدخلهم اللي طلبهم اللي طلبهم فيني رشيد طيب اللي طلبك فيهم رشيد هم احترموا الوقت وش الفرق بينهم وبين مخلد سؤال منطقي ممتاز. انت يا كابتن طارق فتحت على نفسك باب بقبول الطلبات فاذا انت فتحت على نفسك الباب هذا فتحمل الجواب وفي نقطه ومعيار ثاني مد المحور ثاني النقاط اللي توزع عندك كابتن طارق لا بس خلنا نخلص ده ايه فالمشكله نبعت منك يا كابتن طارق اوكي المتسابقين متاخرين ولكن من المفترض من البدايه من البدايه مفروض ان اي طلبه نقطه نهايه السطر واضح راي ابو حمد ممتاز هذا 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 ملحظ وشيء صار لكن انا بوضح لك وجهه نظر احيانا انت محتاج انك تقدم بعض التنازلات عشان تحل المشكله الشباب صار عندهم لا مبالاة بالفقرة ليش؟ بناء على الضغط اللي هم عندهم يعني ما يقومون إلا وقت فقرة المطبخ للي عندهم مطبخ والباقيين يجون حتى ما كلوا بعضهم وجه باقي توه غاسل وجه مغمص فأنا هنا لازم يعني وما أدخله الاستثناء هذا ما أسويه إلا يوم الاختبار لأن في درجات إذا استثناء هذا فقط يوم الاختبار يوم الاختبار فقرة عادية استحالة أنها يدخل بس ما هكذا تستثنى الأمور بالطلبات محمد ما هي بالطلبات الاستثناء 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 وأنا كنت متسابق عندك الاستثناء ممتاز. لما يجيب لك ورقة من الإعداد يجيب لك عذر ممتاز يجيب لك حاجة مثل اليوم الشخص اللي قال أبروح أنا لبست التيشيرت مقلوب سبب الرعب فيهم الرجال لبست التيشيرت مقلوب وجاهم متسابق طيب منه وراح بدل ورجع عادل. صح لكن طيب. استثناء في طلبة هذا ما يسمى استثناء ما هو الشباب كنت بدخلهم لأنهم لقيتهم أربعة أنا كنت بدخلهم حتى بدون طلبة رشيد لكن في البداية لازم تشد عليهم عشان يعرفون قيمة الوقت وأنهم متأخرين فعلا العيال كبرت يا كوتش قام ينتقدك عادي لا هو يسأل ما ينتقد فهذا شيء يعني أنت محتاج أنك تقدم بعض التنازلات ولكن اليوم اللي صار الموقف اللي صار اليوم هذا أنا أعتبره موقف إيجابي عشان الشباب يعرفون أن نهاية التنازلات هذه نهايتها إيجابي وأنت حارمة من البرنامج خلاص لا هو اللي ضحى بنفسه هو اللي ضحى بنفسه أسلوبه ضحى فيه لازم تراجع أسلوبه ضحى فيه وهذه الاستثناءات اللي قبلتها عشان تمشي الفقرة يعني عشان تمشي الفقرة فقط في الاختبارات فقط أما في التمارين العادية بشوف طلبات جاي اختم السؤال بشوف طلبات جاي ما راح تشوفون اخر طلبه اخر طلبه طلبات نسمع عمر وبنرجع لابو حمد فهمت من الكوتش من كلامه واسئله الشباب ان الكوتش ما كان ناوي يدخل حتى لو جوه الثلاثه الفقره اذا بدت بعد الفقره بدايه الفقره ما راح يدخل احد فهو يوم جوه الثلاثه دخلهم لان فقرته باقي ما بدت فيوم جاء مخلد ان الفقره قد بدت هذا وجهه نظر اللي فهمته من الكوتش طارق الكوتش طارق انا باخذها في سؤال بسيط جدا يا كوتش ليش تميزت فقرتك عن الفقرات الباقية في البرنامج؟ ليش صارت فقرة فتنس هي المميزة؟ هل بسبب حزمك؟ أنت متى تكون حازم ومتى ترخي؟ هل في استراتيجية ولا مثل ما تجي؟ يعني يتعمد الإثارة مثلاً؟ أبداً أنا دائماً المسرح الأولية هي فائدة المتسابق هي فقرة أنا جاي أنا أقدم له فائدة أقدم له تدريب معين عشان هو يستفيد يطلع منه مستفيد فالمبدأ هذا إذا أنا صرت أحرم المتسابق من كل فقرة هو يدخلها أو من كل اختبار هو يجي أحرمه أنا ما حققت الفائدة الفعلية فالشباب باقي ما دخلوا المود الالتزام إلى الحين فهذا التنازل أنت محتاج أنك توصل لمرحلة حزم بلين إلى ما توصلوا مرحلة الالتزام الكاملة وبعدها خلاص طبيعي ما وصلوا واصلين الحين خلصنا الشهر الاول استفادوا قصدك ما تشوف ان الموضوع يعني انا على بدايه البرنامج كانوا يجون الفقره عندي 6 اليوم الاختبار عندي 18 مشترك هل مع النسخ الثاني هذا البرنامج يعتبر يعني حدث غريب ولا شيء طبيعي انهم اول شهر ما بعد الجزم لا شيء حتى في كاريزما كان الاندماج بعد النص الاول من البرنامج يعني طبيعي بس طبيعي اذا جاب لك عذر ورقه بيضه راح تقبل ولا هذا اول واحد يطلع ها اول واحد يرجع اول واحد يرجع بورقه بيضه يعني ما مرة وإذا قالوا طلبناك تقول تم لا ما عاد في تم كابتن تشوف إنهم استفادوا 33 يوم في فائدة تحققت الحمد لله في مستوى الالتزام الانضباطية فرق حتى الشخص اللي كانت في البداية يحسون إنه الكوت شاد عليهم ما بدون سبب اقتنعوا الشباب إنه هذا مصلحتهم فبالتالي الحمد لله إحنا جالسين نحقق فوائد سواء من الالتزام او من الشد اللي احنا سوينا او اللي في المقابل اللي احنا جالسين نتنازل فيه
طيب عادل، بس انا اكد على نقطه محمد المنصور في انه لا يحق لمقدم الفقره انه يمنع المتسابق في دخول في عدم دخول فقره طيله ايام البرنامج. هذه الاول مره تحدث. هذا ابسط اذا اذا حدثت اذا حدثت ابسط حقوقي وباقي ولا راح يوقف الحمد في ايش معليش ابسط حقوقي. اسمح لي بس انا من بديت بالحديث عشان بس يخلي لي ابو حمد بس المجال. ما بعد خلص نقطتي ابو حمد، ما خلصت نقطتي ابو حمد تفضل. اسمح لي طال عمرك ابو حمد يطول لي بعمرك. على ماذا تستند قبل كل شيء؟ مو بتقول ما يحق له وخلصنا؟ إيه لأن دقيقة هل ضمن إحنا كلنا كل مقدمين كل المقدمين الجايين هنا موقعين على العقد، هل ضمن بنود عقده إنه يقدر يحرم المتسابق من عدم دخول فقرة طيلة أيام البرنامج؟ إحنا نعرف إن في قوانين تصنع داخليا في حال تأخرت 20 دقيقة ربع ساعة ما تدخل الفقرة، لكن تحرمه لشهرين إنه ما يدخل. هو ممكن يدخل ترك ممكن تربح في سلطة عليه، ممكن يرفعها لأبو سلطان يطلعها برايم، ممكن يعطيه خصم يخليه برايمات ما يطلع من البرايمات لطيلة الأيام الجاي، ممكن أبو سلطان يعطيه خصم يخليه يطلع البرايم الجاي. طيب خلنا نسمع أبو حمد، خلنا نسمع أبو حمد. أنت أبو نايف الحين أنت كمقدم فقرة، هل تقصيرك في تقديم إدارة فقرتك هل يحسب عليك ويحسب من ضمن بنود العقد ولا لا؟ إلا انتهينا. إلا انتهينا. هذه إدارة فقرة. أنا هذا الشيء جالس يسيل يعني إدارة الفقرة عندي. الحين اللي غيب عن فقرتك كم عليه خصم؟ هذا خصم الغياب الفقرة 500 نقطة. 500 نقطة. يعني كل 3 أيام تخصم عليه 500. كوتش لازم نفرق بين هذا برنامج وترى ابو منصور مي محاضرة في جامعة ما غاب ومستنى نهدا. انا فاهم انا فاهم عليك النقطة حرمة يعني يا عزيزي يا نهاية الرجل هذا جاي متسابق هنا. انا احنا متسابق خلينا نكون معك واضح. انا اعطيتك باص قبل شوي يا كوتش، احنا نطلبك عشان وتاخذ الجمالة يا كوتش وتطلع انك ان هذه طلبتنا. انت اصريت مع ذلك ترى اقول لك من الحين المتسابق بيدخل انت منت ولازم يدخل انت منت جيزه جيزه زملائه يا اخي انت منت برشيد انت منت برشيد لو الشيد يطلبك انقبل علي ايش علي ما تقدر تحرم الرجال من صراحه الفقره عند مين زملائه طيب صراحه الفقره عند مين هذه ما فيها عداله ما فيها عداله انا مقدم فقرتها معليش انا فقرتها شوف شوف يا محمد انت استعجل والمنصوره انت استعجل للمعلوميه انا اشوف انك تحرم الجماله يا كوتش وتدخل الرجال اسمعني يصدر قرار انا متاكد. طيب اسلم الحين انت سلطان الوهبي اعطونا مخلد في غرفه التواصل. صار بينك وبين سلطان الوهبي تقنبع. مشكله اعطونا مخلد في غرفه طيب. التواصل الحين مشكلتك انت مخلد يعني ما هي بشيء قدام مشكلتك انت وسلطان. ابو حمد ابو حمد طيب ابو حمد كلام الشباب كله ولك الحق انك تستبعد لك الحق. دقيقه بس ما صدق وانا اطالب الاداره انهم يتخذون موقف حازم في اللي صار اليوم لك الحق. لكن بسالك سؤال، لو مثلا اتى مخلد ومخلد انا اعرف الولد صادق مشكلته انه يعني هو ما شاء الله تبارك الله متربي تربيه قويه ها حتى غلطه واضح انه غلط واحد ما يحسب الكلام. لو مثلا قال الصمت لو مثلا جاء مخلد واعتذر بينك وبين ك أخ كبير واعتذر منها الأخ الصغير أشهد أنك الآن أبو حمد حنا والله ما فوقك يعني يد ولا حد مجبرك وأنا أعرف يا كابتن طارق أنك تبت وكلمتك سيف عندنا وعلينا وحتى أبو نايف قال السلطة على اليد وأنا عارف أن الكابتن له صلاحية مطلقة. أنا أعرف بس من أكبر جهة أبو حمد أنا السؤال السؤال دقيقة بس لبيه تفضل لبتمك السؤال لو اعتذر منك مخلد الآن ماذا لو عاد معتذر؟ الله تم شر طيب ماذا لو عاد معتذر؟ ماذا لو عاد؟ تم قبل ما يجي عشان ما يسمعنا الآن. أول شيء الاعتذار من شيم الرجال وهذه تحسب له زين، لكن في أشياء أنت لازم تأخذ فيها موقف حازم عشان الدرس ما هو مقتصر على مخلد فقط، على بقية زملاء. الاعتذار راح يقبل في كل الاحوال، لكن لازم يؤخذ موقف حازم تجاه الموقف. ما في اشد من موقفك يا ابو حمد. انت هل تعلم ابو حمد الجايه اذا قبلت اعتذار بكيفك؟ انا هذا موضوع الخطه العليا. اي رفعت الموضوع للاداره. راجع لك انا في كل الاحوال رفعت مو راجع لك انا احنا بس ما في اشد من انا نختار ابو حمد. خلينا ناخذ مخلد جانا مخلد جانا بس في نقطه مهمه جدا ابو حمد يقول ارفع الكلام ارفع القرار للاداره. انت عقوبتك اقوى من الاداره، انت عقوبتك تخصم عليك اسبوعيا 1500، انت الان تدخلها برايمات اسبوعيا. عاد ابوي هذا غلط تتحمله يا مخلد أسلم يا سالم اسمعك. صباح الخير يا مخلد. صباح النور والسرور. شلونك يا مخلد؟ طيب الله يعافيك. كيف حالك؟ سلمك الله مخلد. شاهدنا اللي حصل اليوم
ها؟ أيوة. هذه أمور تحصل حتى بين الشباب بينكم أنتم. أنتم بينكم أمور أكبر من ذلك. أنت أخطيت يا مخلد وخطأك باين وخطأك ما حبينه كلنا وأجعنا وحرجنا جميعا. والكابتن طارق كما له حق عليكم أيضا له حق علينا. ورجل كلنا نقدره ونعامله تعامل يعني المفروض يليق به ويليق بما يقدم. وهو متفضل علينا بحضوره للفقرات وعلى المشاهدين اللي يتابعونه يتمرنون معه. والآن جايكم مجانا مجانا ويقدم لكم دورات تدريبية لو تقاضى عليها منكم يمكن مبالغ ما تقدرون عليها. الآن يا مخلد أنت أخطيت يا أبوي، خطأك ما له مطير. تمام. نبيك الآن بينك وبين الكابتن تعتذر من الكابتن، والاعتذار من شيء من الرجال، وأنت رجال ولد رجال. ما عليك زول يا أبو حسام. تفضل. أول شيء مسي عليكم بالخير جميع. حنا صباح الحين ولا مساء؟ صباح. طيب صبحت بالخير. بعذر ولا بدون عذر يختلف ترى، إذا بعذر صباح. تفضل. أول شيء الكابتن طارق أكون له كل المعزة والاحترام بغض النظر عن ما حصل اليوم أو قبل. أول شيء شخصية يعتبر قدوة لنا في المجال الرياضي. الله يسعدك. شفت كيف؟ ولكن الملحوظة يعني أو الشيء اللي حز في خطرنا، المفروض أن هو قدوة، المفروض أن يعني يكون فيه مرونة في الوقت ويكون فيه تغاضي عن بعض الأفعال أو بعض التأخير. فأول شيء من هذا المنبر أمسي عليه أصبح عليك بالخير على الكابتن. على الكابتن خصيصا له الحالة. صبحك الله بالنور. والمعذرة يا كوتش إن كان أخطيت بكلمة أو بفعل. يا سلام يا سلام. شفت يا سلام كيف؟ يا سلام. حنا تعرف تعرف حنا يعني أنا اللي شيء اللي حزف خاطري الوحيد إن الشباب أخوياي متأخرين حالي من حالهم، فرق بيننا دقيقة، دخلتهم ولا دخلتني، هذه اللي خلتني أتفاعل معك أو إني أتكلم أو يجي مني. يعني هذا اللي أتفهمته، هذا اللي أتفهمته. إيه يعني أنا وش الرجال وش يختلفون عني. بس وأنت الآن تعتذر. ما يحتاج هذا منصور. كلام خالصين منه. خلاص بينك وبين قبل ما تدخل أبو ايه. منصور خلى أبو حمد لحقنا. طيب الكلام هو ترى قال أصب على أبو حمد الحالة. هم يحبون على فكرة. بس لا يا سالم يا سالم. أسلم. صبحت عليكم لكن بعدين خصيته هو. طيب. ولا خص إلا بخير. طيب أول شيء. صباحك الله بالنور واعتذارك مقبول يا مخلد، لكن انت يا مخلد انت هنا في مكان او واجهه اعلاميه. نعم. كل شيء تقوله محسوب عليك. صحيح. فاذا انت صرت تعكس هذا الشيء للاعلام انه الاعلامي جالس يقدم هذا الشيء، فانت جالس تقدم محتوى يشوه الاعلام اللي انت جالس تقدمه او اللي انت جالس تمثله. فلازم الواحد انه يحاول يحسب حساب كلمته، يعني ما بينه وبينك شيء يا مخلد. ما اعتذر الرجال. ممتاز. انا بس بوضح له النقطه لانه يشوف انه انا فرقت بينه وبين زملائه. انا بوضح له النقطه، ما بينه وبينك شيء يا مخلد عشان انا اميز زملائك عنك. انا هنا عشانكم كلكم، مو عشان اميز شخص عن شخص ثاني. لكن انا قلت لك انت زملائك جو قبلك ووزعنا يوم ان جيت، احنا خلاص قسمنا الفريقين وحنا خلاص بنبدا. ايه بس باقي ما بديتوا يعني. ما بدينا لكن وزعنا وانتهينا خلاص. فهذا السبب اللي خلاني ارجعك. نبي ردك يا كوتش. ف لازم بخصوص دخول الفقره راح يسمح لي ان شاء الله انه يدخل الفقره. شكرا يا ابو حمد. شكرا لك. يا مخلد. مخلد. لكن راح مره ثانيه وتهدي معنا بغرض التواصل. ابي مخلد. لكن راح ايضا يتخذ الاجراء من الاداره. من حقك. بخصوص هذا الموقف. انت صاحب الفقره، انت صاحب الفقره، في النهايه القرار لك. انت سامحته لازم حتى الاداره تسامحه. لا 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 شيء. لا فانا هذا شيء غريب. لا يعني انت قبل شيء تقول انا الوحيد المسؤول. هو سامح عن حق الاداره. يعني سامحنا انت في حق عام وفي حق خاص. ما في هذا سجل. صح والله. صح. لا يا اخوان ما في حق عام وحق خاص. الرجل انا ماني زعلان على مخلد. الحين لو اطلع من اقابل مخلد بسلم عليه. مخلد صبحك الله بالخير. دقيقة يا ابو منصور. لا عندي بس دقيقة بس برد على الكوتش عشان ما انسى نص ثانية بس. انا سامحك. انا ادري اني اسامح لك. وجهة نظر. بالنسبة يا كوتش يوم تقول اعلامي واعكس صورة يعني سيئة وكذا. لا فالشخص اعلامي كان اعلامي ولا ما هو باعلامي، يمر باشياء، يمر بمواقف تحتم عليه انه يكون بهذه الصورة. صح. لا ليش يعني لا تحسب اني انا بعكس الصورة
للإعلام الخارجي أن الفترة سيئة أو أنا سيء. صمت مخلد. أنا قلت تعكس شيء. صمت مخلد. يمثل الإعلام. ما قلت تعكس شيء سيء. عذرك ما أقول يا ابن الحلال. يا ابن الحلال خلاص أري والله خلاص أري. خلاص لا ارحمنا يا مخلد. مخلد لا تعود. مخلد ارحمنا. مخلد عندي كلمة في خاطر لازم المخلد. مخلد روح روح. مخلد انت احسن واحد. الله يعطيه العافية فعلا يا اخي الاعتذار سبحان الله. والله العظيم انه يرفع للرجال ما ينزل منه. نعم. يا اخي انا كنت ماخذ موقف ترى انا بلاني اجيب العيد مره ثانيه اي داخليا تراني ماخذ موقف من مخلد ما عجبني ابدا مخلد في 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 بدايته خلينا يكون يعني واضح لكن كنت اتوقع انها منك ما عاد ابغى اعيد لكن فعلا يا اخي الاعتذار والله نطيح اللي في خاطري انا ممكن اشكر كابتن طارق شكرا كابتن طارق طولنا احنا اول شيء نعتذر منك يا ابو احمد ما بدنا نعتذر اسفين احنا طولنا عليك وثقلنا عليك ولا علمناك بالطلبه ولا بالاعتذار فاجئتوني صراحه فاجئتوني جدا لكن وجههم طيبه وتستاهلون يستاهلون يستاهل المخرج يستاهلون الجمهور خلف الشاشه ابنائك المتسابقين يا ابو حمد كبرناك شوي لكن لازم يفهمون انك انت ما تنظر لاشخاص بعضهم ترى يفكر ان كذا هوشت انكم شخصين ايش رايك لا والله ما والله ما ابدا ابدا انا دائما انظر للمصلحه مصلحه المتسابق والمصلحه العامه للفقره ابدا ما شخص الموضوع لحساب احد او عشان احد يعني حتى لو دخلت طوارئ مثلا واحد من المتسابقين طلبني طلبه او انه ما هو عشان الشخصه لكن عشان المجموعه ككل والله عز وجل اللي بيعاندك بيدخل الطوارئ صدق ليش؟ ما شاء الله ليش؟ ترى المشكلة المشاكل تجي لأن عندي مشاكل تجي لأن عندي ما أدورها أنا فهذا اللي أبي أوصله دائما المصلحة العامة فوق كل شيء اللي هو مصلحة الفقرة ومصلحة المتسابقين يعني ما راح أبدي شخص عشان شخصه لا عشان المصلحة العامة شكرا جزيلا لكابتننا الكابتن طارق أبو حمد على حضوره وتجاوبه واستجابة الدعوة بالنسبة لي وبالنسبة لزملائي وبالنسبة لفقرة زوم نشكر لك هذا الكرم منك وحضورك معنا شكرا أبو حمد والشكر موصول لكم الله يسعدكم شكرا الله لك موفقين لا شكرا لك سالم أنا أشوف أنها بدأت تهج تسألون يقولوا ليش يعني حنا كفقرة يعني ونقد حنا مفروض حنا نفتعل المشاكل حنا الحين صرنا صلح يا اخي اصلح احنا وش بقى ما اشتغلنا اصلحوا يا عمر وفي خطرهم شيء مو